فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لو أنه بعد الاغتسال، لو أنه اغتسل ونوى الطهارة الصغرى والكبرى ثم مس فرجه، فهل يصح وضوءه؟ لا، لازم من إعادة الوضوء، ينتقل وضوءه إذا مس فرجه مباشرة بكفه، انتقل وضوءه، نعم، فيعيد الوضوء. أما الاغتسال فلا، نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.